ومعنا الآن للمزيد تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلتنا دانا أبو شمسية. دانا، ما تفاصيل هذا الحادث؟ ماذا حدث لإتمار بن كفير؟ بالفعل كانت هنالك أنباء أولية تتحدث عن تعرض موكب بن كفير لحادث طرق أثناء خروجه من مكان العملية التي حدثت في الرملة. وعقب أي عملية أمنية عادة يصل الوزير بن كفير لإبلاء تصريحات عنصرية هناك. بعد الخروج من مكان العملية كان هنالك انقلاب تام كما وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية لمركبة بن كفير. أما المصادر الطبية عن حالته الصحية فتؤكد بأنه تم نقله إلى مستشفى بالقرب من المكان الذي وقع فيه الحادث بعد انقلاب سيارته، وتوصف إصابته بالجراح المتوسطة. شهود عيان لموقع ولا العبري يتحدثون بأن كان الموكب خارج من مكان العملية أو بالقرب من مكان العملية وقد تجاوز إشارة حمراء، وكانت هنالك سيارة في الجهة المقابلة أو مركبة في الجهة المقابلة كانت قد اصطدمت في مركبة بن كفير ما أدى إلى انقلابها على الفور. والحديث أيضا من هذا التأكيد أيضا في بيان من مستشفى أساف هروفي، وهذا المستشفى في الرملة أيضا يؤكد وصوله إلى المستشفى ويوصف حالته أيضا في التأكيدات الصحية الرسمية ما بين خفيفة إلى متوسطة. طيب دانا، ماذا كان يفعل بن كفير في منطقة الرملة؟ ربما التقارير أو الأخبار تقول أنه تعرض لحادث سير أثناء تفقده لموقع حادث الطعن في هذه المدينة أو هذه المنطقة، وأنت كنت تتحدثين عن تواجده هناك. صحيح، بالفعل عادة وزير الأمن القومي بما أنه مسؤول عن صلاحيات شرطة الاحتلال في القدس وفي الداخل المحتل ومتابعة التطورات الميدانية الأمنية عادة يصل إلى مكان حدوث العمليات، يطلق فيه تصريحات يؤكد فيها عن استمرار القوة الإسرائيلية في التصدي لأي هجوم كما يسميه إرهابي، ويؤكد في كل تصريح عن ضرورة وأهمية الفكرة التي طرحها والتي تتمثل في تسليح المستوطنين وضرورة وجود السلاح مع كل المستوطنين خوفا من وخشية من حدوث أي عملية هناك. هذه الخطوة هي خطوة معتادة من إتمار بن كفير كما ذكرنا عقب أي عملية، وخاصة أن وسائل الإعلام كانت قد تحدثت أن هذه العملية على خلفية أمنية، أي أن منفذ العملية من فلسطين أو فلسطيني الهوية وهو من داخل في طبيعة الحال في داخل الخط الأخضر كان قد وصل المكان ونفذ عملية طعن هناك أدت إلى إصابة إسرائيلية تبلغ من العمر 18 عاما، تم نقلها إلى أساف هروفي وهي المستشفى الذي يتواجد فيها أيضا إتمار بن كفير. عادة ما يذهب إلى المكان مكان حدوث العملية يطلق في تصريحات، يلتقي بمن قام بإطلاق الرصاص الحي على الشاب الفلسطيني يهنئه ويدعمه وينشر مقاطع فيديو توثق وجوده في المكان. عقب وصوله إلى هذا المكان وحسب شهود العيان كما ذكرنا كان هنالك تجاوز للإشارة الحمراء في أحد الشوارع هناك ما أدى إلى خروج سيارة أخرى والاصطدام فيه ما أدى إلى انقلاب المركبة تماما كما توضح مقاطع الفيديو، والتي على إثرها تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. هل حسب ما تقولين دانا إذن بن كفير كان بصدد إلقاء خطاب متطرف كالعادة أم ماذا؟ بالفعل يعني إتمار بن كفير يستغل كل الفرص للتأكيد على نظريته وهي أنه يجب أن يكون هنالك تسليح للمستوطنين، ونحن نتحدث عن تسليح ما يزيد على 120 ألف مستوطن منذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة سواء في الضفة الغربية أو في القدس. عقب كل عملية يقوم إتمار بن كفير بالإدلاء في هذه التصريحات التأكيد على صحة وجهة نظره في ضرورة التسليح، ويدعو الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لفرض العقوبات كسيادة عقاب جماعي هناك. والحديث أيضا يتم عن طريق شكر العاملين على التخلص من الإرهاب كما يدعي، ويقوم بالتقاط بعض الصور مع العاملين هناك من شرطة أو حرس الحدود ويهنئهم على شجاعتهم في التصدي لمثل هكذا عمليات. هذا كان السيناريو المتوقع، وليس فقط المتوقع بل السيناريو المعتاد من قبل إتمار بن كفير عقب أي عملية تحدث سواء في القدس أو حتى على أطراف المستوطنات في الضفة الغربية. ذكرت منذ قليل بعض ما تناولته وقالته حتى الآن وسائل الإعلام الإسرائيلية حول هذا الحادث، هل تظل الأمور حتى الآن وما يقوله أو ما تقوله وسائل الإعلام الإسرائيلية حتى الآن هو تفاصيل هذا الحادث أم ذهبت الأمور إلى أبعد من ذلك وربما افتراضات أو حسابات أخرى تقف وراء هذا؟ بالفعل الحديث الآن يعني وحسب التأكيدات وهذا البيان الرسمي من شرطة الاحتلال الذي قال فيها ضابط في شرطة الاحتلال أنه تم فتح تحقيق في ملابسات الحادث المروري الذي تعرض له الوزير إتمار بن كفير، وأيضا في بيان رسمي لمكتب إتمار بن كفير
هذا البيان يقول بأن بني غفير يشعر بصحة جيدة وهو واعٍ ويتقدم أيضا لمواصلة العلاج في مستشفى أساف هاروفي كما ذكرنا، وتم نقله عن طريق نجمة داوود الحمراء أي الإسعاف الإسرائيلي إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. إذن هذا بيان من شرطة الاحتلال تؤكد فيه بأنه الآن يجري فتح تحقيق في ملابسات الحادث المروري. استخدام كلمة الحادث المروري دلالة على أن هذا الحادث هو طبيعي، لا يوجد أي دلالات أو خلفيات سواء جنائية أو أمنية حول هذا الحادث المروري. وهذا ما أكده أيضا بيان مكتبه لإتمار بن كبير بأنه يعاني من حالة متوسطة إلى طفيفة ويتلقى على إثرها العلاج، وكذلك الحديث بأنه يتمتع بصحة جيدة وهو غير يعني وهو واعٍ، يعني أي أنه مستيقظ ولا يشعر بإعياء شديد كما وصفته بعض وسائل الإعلام، ولكن الحديث الآن أنه يجري الآن الفحوصات الطبية اللازمة في داخل هذا المستشفى بعد أن تم نقله من قبل فرقة نجمة داوود الحمراء. إذن يبدو مما ذكرتيه بإدانة أنه واعي، أنه بصحة جيدة، الإصابات أو هذه الجراحة التي تعرض لها هي متوسطة أو تكاد تكون طفيفة. طيب دانا، يعني دعينا كذلك نذكر بسبب تواجد إتمار بن كفير في هذه المنطقة وربما ماذا أثار؟ هل بدأت تظهر أي بيانات أو أي تصريحات عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أم ما زال مبكرا الحديث عن هذا الأمر؟ بالفعل ما زال مبكرا الحديث عن أي تصريحات أو تعقيب أو حتى التهنئة بالسلامة لإتمار بن كبير، وهو عادة ما يكون من قبل الوزراء. ولكن إتمار بن كبير هو يعني كما حتى يوصف في وسائل الإعلام الإسرائيلية وعلى لسان زعيم المعارضة الإسرائيلي بأنه صبياني وبأن كل تصرفاته صبيانية، لذلك من المتوقع أن يأخذ هذا الحادث المروري إلى منحنى آخر ومنحى آخر من خلال تصريحاته اليمينية المتطرفة والتي يحاول في كل مرة استغلال ما يحدث من عمليات أمنية للترويج. طيب إذن دانا هنا متوقع أن يأخذ إتمار بن كفير هذا الحادث إلى منحنى آخر حتى رغم ما قالته البيانات أو ما قالته وسائل الإعلام؟ بالفعل هذا يعني متوقع، هذا مجنون وصبياني كما يوصف في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وعادة ما يتهم الكل بأنه يعني يخطط للقضاء عليه أو سحب صلاحياته كما حدث في سحب صلاحياته من المسجد الأقصى أو حتى في التصريحات الأخيرة المعادية له من زعيم المعارضة من قادة الاحتجاجات، ولربما نستطيع الربط ما جرى معه أمس وقبل أمس في مدينة القدس أثناء تواجده في كنيس يهودي وهجوم المتظاهرين عليه وعدم السماح له بالخروج من هذا الكنيس اليهودي وهذه المدرسة الدينية، بل طلب من الشرطة الإسرائيلية فتح المجال له والطريق وتأمين وصوله إلى مركبته بسبب هجوم قادة الاحتجاجات وعوائل المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية عليه وعلى موكبه. لذلك نتنبأ في هذا الحدث لأننا نعتاد وتعودنا على إتمار بن كبير في هذه التصريحات الصبيانية وبأن يحاول تحويل مجرى الأمور إلى منحنى آخر، والحديث أيضا وكأنه مستهدف في ظل كل هذه الأمور التي تجري هناك، ولكنه في طبيعة الحال سيتبوأ منصب البطل كونه ذاهب للتأكد من سلامة أعضاء وعناصر شرطة الاحتلال، وبأنه يعني حتى على الرغم من دخول السبت وفق الديانة اليهودية وهو من الطائفة اليمينية المتطرفة والليكود، إلا أنه خرج في مركبته وذهب للتأكد من سلامة عناصر الشرطة وليدلي في هذه التصريحات التي يروج لها لمصالح شخصية وهي أن تسليح المستوطنين يعني أمان وسلامة المستوطنين. طيب دعينا نذكر دانا أننا لازلنا نعرض على الشاشة هذه اللقطات التي تأتينا من مكان هذا الحادث، هذا الحادث حادث السير الذي تعرض له وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير أثناء تفقده لموقع حادث الطعن بمدينة الرملة، وربما دانا تشاركنا الآن هذه التفاصيل أو ما تقوله وسائل الإعلام الإسرائيلية حول هذا الحادث. حتى الآن البيانات أو وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول أن الإصابة تكاد تكون طفيفة وأنه واعي وبحالة جيدة، ولكن ربما يعني هناك توقع إلى أن يأخذ إتمار بن كفير هذا الحادث إلى منحنى آخر أو إلى تصعيد آخر حسب الكثير من التوقعات. طيب دانا أنت لازلت معي، أنت تقولين منذ قليل أنه حسب طبيعة وتصريحات إتمار بن كفير المتطرفة أنه يمكن أن يأخذ هذا الحادث إلى منحنى آخر، هل يمكن كذلك لوزراء آخرين في هذه الحكومة اليمنية أن يتعاملوا مثل هذا التعامل مع هذا الحادث أم ماذا؟
إتمار بن غفير وسموتريتش يغردان على نفس يعني الزاوية، وتحديدا بأنهم الأكثر تطرف ويمينية في هذه الحكومة الإسرائيلية، لذلك لربما من يقف بجانب إتمار بن غفير في هذه التصريحات المجنونة هو سموتريتش الذي اعتاد على أن يكون في يغرد في ذات السرب، ولكن ربما لا يجرؤ إتمار بن غفير الآن على الحديث أو الترويج لأن هذا الحادث مفتعل أو بأنه هو المستهدف، وخاصة ما تؤكد الآن في خبر عاجل هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن سيارة الوزير إتمار بن غفير اجتازت الإشارة الحمراء، ما تسبب في حادث سير أدى إلى انقلابها، وهذا ما كنا تحدثنا عنه حسب شهود عيان وموقع ولا ويدعوت أحرنوت والقناة الثانية عشر الإسرائيلية، كلها أكدت وتحدثت عن سبب هذا الحادث بأنه هو حادث مروري بسبب تجاوز مركبة إتمار بن غفير الإشارة الحمراء، وكان في مقابلها إشارة لديها أو مركبة لديها إشارة خضراء، ما أدى إلى اصطدام المركبتين سوية وأدى إلى انقلاب سيارة إتمار بن غفير، انقلاب تام ما أدى إلى تعامل نجمة داوود الحمراء مع الحادث. نتحدث أن هنالك تعزيزات شرطية في طبيعة الحال، إغلاق محور الطريق الذي كان فيها هذا الحادث، ويتم التعامل مع الظروف كما ذكر بيان جيش الاحتلال شرطة الاحتلال بأنه فتح تحقيق لمجريات هذا الحادث، ولكن لربما هنالك تأكيدات وهذا ما تنقله هيئة البث الرسمية أن ما حدث مع إتمار بن غفير هو حادث سير عادي، وعلى إثرها تم نقله كما ذكرنا إلى المستشفى. هل من المعتاد أنا في مثل هذه الجولات لوزير الأمن القومي أن يكون معه تأمين كبير؟ بالفعل هذا وزير في طبيعة الحال، وعادة ما يكون معه موكب على الأقل حراس وسائق يشاركه هذه الجولات، ولربما كما ذكرنا أن مكتب إتمار بن غفير يخرج في هذه التصريحات ويقول ويطمئن جمهوره عليه كما ذكر في البيان بأنه بصحة جيدة وبأنه فقط يتلقى العلاج. من المتوقع آية في طبيعة الحال أن يكون هنالك يعني تصوير أو تصريح مصور لإتمار بن غفير من داخل المستشفى لطمأنة الجمهور كما يقول، أو حتى مؤيدي هذا المتطرف بأنه في حالة جيدة وبأنه لا خطر على حياته حتى اليوم. ومن المتوقع كذلك أن يكون هناك المزيد من التفاصيل والأخبار والتطورات، وأن يخرج بن غفير بنفسه ويتحدث ربما عن طبيعة هذا الحدث أو ما الذي حدث تحديدا. على كل حال أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من القدس المحتلة مراسلتنا دانا أبو شمسية، شكرا لك.